خارجين على القانون لحقاش كنحتجوا على هذه القوانين اللي بالنسبه لينا ما كتواكبش التطورات ديال المجتمع المغربي، وحتى باعتبار انه هاد يعني لو ديسكور اللي هاد الخطاب ديال الناس اللي كيقولوا انه هاد القضيه هي اولويه، قضيه الحريه الفرديه هي قضيه اولويه، حنا كنعتبروا انها قضيه كتمس المجتمع المغربي بكافه الشرائح ديالو، والمتضررين منها اكثر هما الفئات الهشه والمستضعفه، واللي وهاد القوانين هذه كتزيد تعمق الفوارق الطبقيه وكتزيد تعمق التمييز على اساس الجنس، لانه الناس ملي كيتعاقبوا كيخرجوا المعامله او الواقع ديال المراه ماشي هو الواقع ديال الرجل، وتعامل المجتمع وادانته للمراه ماشي هو ادانته للمجتمع، وبالتالي حنا اليوم كان خارجين على القانون حتى يتبدلوا هذه القوانين اللي كتحطم الكرامه الانسانيه واللي كتزيد الفوارق الطبقيه وكتزيد الفوارق على اساس الجنس.